معناها شنو هي حكايه هذه ما ندفعوش فلوس وناخذوا قرض؟ تفضل السيد سامي. في بخصوص التنميه الذاتي سبق قبل كان معناها نطلب من البائع في المشروع باش يوفر لنا تمويل ذاتي بقيمه 10% من قيمه القرض، معناها حسب تقريبا انت قيمه القرض يختلف في التمويل الذاتي. ثم العديد من المناطق يجي يقول لك انا معناها شو معناها انه هو باش يجي وظروفي ما تسمحليش باش انا نوفر تمويل ذاتي بقيمه 8% و10% من قيمه القرض. دونك معناها تعقل له باق مشروعه وتعقل له معناها انتصار المشروع. القيمه الحالية يتمثل في انه التمويل الذاتي هذاك تولي البي تي اس وتوفره له سوفر معناها قولوا احنا فلوس تعطيه له مي هو بيان سور ماش يشوفه عباره على قرض. القرض هذا تاخذه انت معناها كتمويل ذاتي، القيمه بتاعت التمويل الذاتي تنحط كقرض، مي ترجع بعد ما يوفى تزيد القرض الاولاني اللي هو بتاع قيمه المشروع. معناها احنا بصفه عامه تسديد القرض بصفه عامه ديما سقف معناها فتره تسديد 10 سنين. هذيك ما نجموش نتجاوزوا ال 10 سنين. معناها انت القيمه بتاع التمويل الذاتي اللي خذيتها صفر بين كلمتين. هذيك تبدا تخلصوا بقى ال 10 سنين اللي خلصت فيهم القرض الاول. بيان سور بلاش فائض، فائض معناها صفر، وزيد فتره المهال زيد بلاش فلوس. خاطر فتره المهال هي معناها ديما ديزانتيري معناها فوائد تعاقديه تخلصها على فتره المهال هذيك. دونك فيما يخص التمويل الذاتي فتره المهال بلاش فلوس، وزيد وخير تبدا تخلص انت معناها القيمه بتاع التمويل الذاتي اللي قلنا خذيت صفر بالكريدي، بعدك ال 10 سنين تبدا رومبورسمون بتاعك القرض هذاك. دونك فيما يخص كتمويل ذاتي ما عندك حتى اشكال فيما يخص التمويل الذاتي. دونك نقولوا احنا نعطيو مثال معناها، مثلا خذيت انت القرض بتاع 10000 دينار. لكن ال 10000 دينار هذوكم بقيت 10% الا هو 1000 دينار. هذاك هو التمويل الذاتي بتاعك. حسب تقريبا. لكن 1000 دينار هذوكم تاخذهم معناها سوفر دا كريدي بيان سور بلاش فرض وفرق تبهير معناها بلاش فلوس بيان سور دابي. دونك بعد 9000 دينار اللي خلصتهم انت على مده 10 سنين تبدا تخلص لك ال 1000 دينار هذاك بعد ال 10 سنين هذوك بيان سور هو نفسه المبلغ 1000 دينار يقعد هو نفسه بلاش فرض. دونك هذا الحل اللي تلخص فيما يخص كتمويل ذاتي، معناها بعت مشروع ما عنده حتى اشكال فيما يخص تمويل ذاتي على اساس انه توفر له بنك الفلوس نتاع بعد مشروعه الكل 100%. قلتوني فيما يخص تمويل ذاتي واضح، معناها انتم كباعتين شباب حابين تبعثوا مشروع ما عندكم حتى اشكال فيما يخص كل بيه تمويل ذاتي دابور بروبر نتاعك. كما قلت لكم فيما يخص معناها سقف تمويل 150000 دينار الفترة بتاعت تسديد القرض نوصلوا كان معناها مدة قصوى 10 سنين. الشخص يحب يخلص قبل 10 سنين ما عندنا حتى اشكال. ديما نعطيكم احنا السقف بتاع مدة تسديد القرض. القطاعات الكل مولوم فيما يخص كما قال زميلي العقارات وكل ما هو معناها السكتور بتاع توسكي لوكاسيون فواجير وكذا وفيما يخص زاد الكوميرس اللي يعطيو فيه فلوس هذاك ما نمشوش فيه. فهمت فلوس خاطر ما بديش ديما تعطي تجهيزات لي بون كوموند ولا لي فورنيسور في التجهيزات بيان سور نعطيو فلوس اللي ديما راكش اللي تبدا بيه المشروع نتاعك ما قيمة معناها النسبة 10-15% من قيمة القرض هذوك مال متداول كونترولمون جوست ديماراج الا باش تبدا بيه انت معناها النشاط نتاعك توسكي معناها مصاريف نتاع بداية مشروع نتاع ديماراج نوفرهم لكم معناها مال متداول مي البار الكبير فيما يخص معناها قيمة القرض تمشي تجهيزات. التجهيزات اللي انتم تختاروهم، بيان سور يجيبوا فيهم فاتورات تقديرية، فاتورات تقديرية مع عند مزودين اللي انتم تختاروهم. واللي انتم تجيبوهم على اساس انه معناها انتم عندكم مسؤولية كلية في الاختيار بتاع التجهيزات اللي تجيبوا فيهم فاتورات تقديرية. فهمتوني؟ واضح؟ الحكومة تسألونا راهو. احنا بيان سور نحكيو على كل شيء، ما لازموش نوفروا لكم كل معلومات اللي تبقى معناها أبو دونك نسألوا سؤالاتكم باش نجاوبوها. ها؟ شكون يحب ياخذ